معنا من واشنطن دبلوماسي السابق برايت براين. سيد براين، مرحبا بك معنا. إذا غانتس يبلغ الإدارة الأمريكية بأنه يرفض الاتفاق مع إيران، ما الذي يقلق إسرائيل من هذا الاتفاق برأيك؟ واضح أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، وهي تنظر إلى التفاصيل الموجودة في هذا الاتفاق، لا تهتم فقط بالمواد النووية والبرنامج النووي الإيراني، وإنما الأنشطة الإيرانية، وهذه الأنشطة هي مقلقة لإسرائيل وذات أهمية كبيرة، وخصوصا أنها تعرف أنها خارج الاتفاق الذي وقعه أوباما. الآن الحديث عن مشاورات تقوم بها الإدارة الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي لما بعد الاتفاق، ما طبيعة هذه المشاورات؟ إسرائيل تريد ضمانات وتريد أن تفهم أنه بالنسبة لتلك المخاوف الموجودة والملاحظات عن الاتفاق الذي وقعه أوباما تريد أن يتم تبديدها، وبالنسبة للمخاوف الحالية لإسرائيل هي تخص المقدرات العسكرية لإيران والتي تطورت، وإضافة إلى ما سمعناه جرى بين المستشار جيك سوليفان وبيني غانتس هي أن إسرائيل تقول إن هناك مقدرات أمريكية متقدمة وحديثة قادرة على حماية إسرائيل وضمان ألا تحوز إيران أسلحة نووية وألا يكون لديها أي تهديد أو خطر على دولة إسرائيل. هل نتوقع أن تقوم تل أبيب بأي خطوات من شأنها الإضرار بهذا الاتفاق حتى قبل أن يتم توقيعه؟ هذا مثير للاهتمام، وخصوصا عندما نطلع على ملاحظات وتعليقات لقاء اليوم. سمعنا بعض الكلمات التي استخدمت عندما جرى التفاوض على الاتفاق الأصلي حول نووي إيران، ويبدو أن هناك قناعة ضمنية لدى إسرائيل بأن الاتفاق سيبرم لا محالة من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي مستعدة للمضي قدما والقبول بوجود اتفاق. برايت براين الدبلوماسي السابق، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك.